السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. لسه مكملين معاكم سلسلة حلقاتنا عن العلاقات الأسرية. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا للأسف بيتكرر كتير جوه البيوت، وهو النكد الزوجي. طبعا الطرفين كل واحد بيرمي المسؤولية على التاني ان هو السبب. يا ترى ايه فعلا السبب؟ هل سلوكياتنا الغلط اللي بتخلي النكد هو الضيف الدايم جوه البيوت؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده النهاردة مع ضيفنا دكتور هشام حتاتة، استشاري الطب النفسي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دعاء. يعني ايه النكد؟ طبعا يعني الناس يقول لك طب ايه اللي علاقة النكد بالطب النفسي؟ عندنا حاجة اسمها مهارات اجتماعية. الطب النفسي ده عبارة عن ايه؟ ان احنا عندنا حاجة اسمها مهارات اجتماعية، بيسموه الذكاء الاجتماعي. مهارات عاطفية، ازاي اعبر عن اللي جوايا، ازاي اعرف اعبر اللي انا حاسه، ازاي اتحكم في اللي انا حاسه، دي اسمها مهارات اجتماعية ومهارات عاطفية. هل تفتكري الزوج والزوجة دلوقتي نتيجة الضغوط ونتيجة ان بقى للأسف كل واحد بقى ليه عالم خاص بيه، يعني لازم نتكلم بصراحة، اخر 15 سنة او اخر 10 سنين حصل تطور جامد جدا في الحياة الزوجية، ان بقى الست بتشتغل او حتى مش بتشتغل، ليها عالم في بيتها مع صحابها مع معارفها على الفيسبوك على الكلام ده كله، والزوج ليه عالم تاني. طب يطلع بقى لما يجي يحصل بقى بينهم حوار، يحصل بينهم اختلاف، يحصل بينهم ان هم يقعدوا مع بعض زي ما احنا كنا بنتكلم قبل الفصل في العيد، ليه الناس اتخانقت في العيد؟ قعدوا عشان اجازه كانت طويله شويه، اسبوع مثلا. اكتشفنا ان دي النكد ده هي احدى وسائل التعبير عن الغضب الداخلي، إحدى وسائل التعبير عن عدم التواصل وعدم التفاهم بين إيه؟ بين الزوجين. يحصل بقى إن هما هيبتدي يتفاهموا أو يقعدوا مع بعض، هما أساسا ما عندهمش الوسيلة الصح في التفاهم، فالزوجة تعبر عن اللي جواها يا إما بالصمت يا إما بالنقد أو العكس. طبعا ما بتكلمش على الزوج أو الزوجة، يعني أحد الطرفين، يعني في زي ما عندنا زوج نكدي في زوجة نكدية، يعني وفي زوج نكدي. ايوه، ما بقول في زوج نكدي وزوجه نكديه. طبعا ان كلمه نكدي اللي هو ايه، اللي هي ايه، عكس الطبيعي. لازم نعرف النهارده مين اللي بيبدا بالنكد. هو طبعا كل واحد هيدافع عن هقول لك بقى يا دكتور. السؤال بتاعنا النهارده على صفحتنا هي قصه كده، اتنين متجوزين ومخلفين بيشتغلوا، مع مرور الزمن علاقتهم بقت كلام بس في المصاريف وبس. فاجازه العيد بقى لما خدوا الاجازه، ايوه، قعدوا في البيت طبعا مع بعض، الحياه اتحولت لنكد، كل كلامهم شد وخناق. الست عايزة طبعا انه يقوم كده ويخرجهم ويتفسحوا، هو عايز يقعد يرتاح في البيت وينام طول الاجازة، وكل واحد شايف التاني نكدي، وكل واحد فيهم قرر ان اي اجازة تانية بعد كده، أيوة، هيبقى يعمل فيها خطة لوحده مع اصحابه او اهله. طب ما ايه رأيكم بقى في الاجازة اللي اتحولت لغم ونكد دي؟ في كده شوية اجابات، انه مثلا هبة بتقول هم اتحصروا بس في حياتهم في شغلهم وبس، وكل واحد نسي حقوق التاني. ام سندس بتقول الست هي العامل الرئيسي على وجود السرور في البيت، وكل واحد لازم يقدر ظروف التاني علشان ما يبقاش في نكد. دي بتقول النتيجة دي بسبب ان مفيش حب بينهم. حنان بتقول الست هي اللي بتخلي البيت جنة، والمفروض الاتنين كل واحد فيهم يتنازل شوية عشان الولاد. محمد بيقول المفروض الزوج يتنازل عن النوم طول الاجازة، يحدد حتى يوم يخرج فيه مع الأسرة، ويبطلوا بقى يتكلموا في المصاريف، كل حياتهم كلام في المصاريف. فاتن بتقول لو كل واحد فكر في إسعاد التاني مش في سعادته بس، وما يبقاش أناني، الحياة تبقى حلوة. إيه رأيك يا دكتور في النكد ده وفي القصة دي؟ والقصة دي طبعا متكررة. ايوه، ما ده اسمه عندنا بنسميه عندنا جرس تنبيه أو جرس تهديد. في تهديد، في جرس ألارم كده ان في مشكله في التواصل بين طرفين، اتنين شركة في الشغل، بقت الكلام بينهم بس في مشاكل الشغل، حتى لو كانوا اصحاب، حتى لو كانوا اخوات، هيحصل ايه؟ هيفقدوا المشاعر اللي ايه الثانيه الايجابيه، اللي بقى الموده الرحمه. ده بقول لك ده اتنين متجوزين، اتنين بيشتغلوا مع بعض. تخيل بقى لو اتنين متجوزين. انا قلت لك ان نتيجه الضغوط من اواخر الثمانينات وبدايه التسعينات حصل مشاكل، ان العالم بقى زي ما قلت لك بقت فيه ازمات اقتصاديه، ازمات سياسيه اخر فتره. فكل ده مأثر على العلاقه بين مين؟ بين الزوجين ازاي؟ لان يعني المفروض الاثنين يبقى ليهم وقت يتكلموا فيه عن نفسهم
وقت يتكلم على الطرف الاخر. مش احنا بنقول ازاي مش في، انا عجبني جدا يقول لك ايه، لا لازم واحد يصبر يشوف مش التاني عايز ايه، يفكر في التاني زي ما بيفكر في نفسه. للاسف العالم دلوقتي بقى مفيش حوار بين الاثنين، بقى ده ليه عالم وده ليه عالم. يواجهوا بعض امتى؟ لما بيحصل ايه؟ يتكلموا مع بعض امتى؟ بيتكلموا مع بعض بس في المشاكل، او دي طالبه طلبات او احتياجاتها وهو الطرف الاخر مش حاسس بيه. يعني زي مثلا ايه، زوج عنده عليه مصاريف كتير جدا، للاسف عامل ايه، يا اما هيتكلم مع زوجته، طب زوجته هي في نفسه عندها احتياجات وطلبات معينه هي حاسه بيها، هي عايزه تخرج، عندها مشاكل مع اولادها، شايله مسؤوليات اكتر من طاقتها. فهل هم بيتفقوا على وسيله التعبير الصح؟ لا، بيستخدموا احدى الوسائل بقى، يا اما الصمت او الهروب الى عالم خاص بيه، لو عالم الاصدقاء بعالم الانترنت والكلام ده كله. ده بيعمل ايه؟ بيزود الفجوه ولا بيقللها؟ بيزودها. يعني شوفي انت، حتى شفتي وانت بتقري في الاجابات، قلت لك ايه؟ اصل هم اتفقوا على ايه؟ انه بقى كل واحد في الاجازه الجايه خلاص انا هقضيها مع قرايبي واصحابي، وانت كل واحد مع نفسه، وانت كل واحد مع الفجوه نفسه. طب لما يجي بقى الفجوه دي، كده كده لازم يحصل احتكاك بين الاثنين. الاحتكاك ده بقى يا اما بقى بيعبروا عن بيسموا عندنا رسائل ايجابيه، وسائل ايجابيه ان انا اتعامل مع الاخر، او اتعامل بوسائل سلبيه اللي هو النقد، اروح انقد بقى، او الصمت، او العصبيه، او التذمر، او السخط. طب ده عندنا ايه بيسموه الحاجات دي كلها؟ دي بدايه اعراض الاكتئاب، بدايه اعراض الايه؟ الانزواء والانطواء والبعد عن الاخر. فاحنا بنحاول على قد ما بنقدر دايما نقول للناس ايه؟ الالارم يضرب بدري، اضرب فرامل قبل الحادثه بفتره مش بعد الحادثه، الالارم يضرب مش بعد ما الدنيا تولع. لو خلاص حصلت الحادثه يعملوا ايه؟ ما هنتكلم عليها طبعا. ان هو لازم يحتاج وقت. يا يعني واحد مثلا بيجينا دي مشاكل كتيره جدا، زوجه تقول لي خلاص زوجي بقى نكدي، او العكس الزوج يقول لك زوج مرتي نكديه، ف بعلم حتى بخلص شغلي بدري بقعد على القهوه، بقعد في مع اصحابي لغايه ما اطمن هم ناموا، ولا ما شاء الله حتى في يوم الاجازه يا اما ناموا يا اما اخليهم هم يخرجوا. فهل ده حل؟ لا، ده هيوصل الطريق الى الانفصال. يعني لما للاسف يعني او ان زي بيوت كتير جدا هم عايشين وبس، ايوه ده اسمه عندنا ايه، لكن مفيش حياه بينهم. طب ما هو ده اسمه عندنا ايه؟ تجاهل. التجاهل العاطفي بيحصل كمان، بيزيد، يبقى تجاهل جسدي، تجاهل جنسي، تجاهل، ما هيبتدي يحصل تجاهل، كل واحد عايش لوحده. ايوه، فاحنا بنقول للناس ايه دايما يا جماعه؟ يعني ما يجيش واحد اقول له يعني مثلا يقول لي طب ما هو جينا لك مرتين العياده وقعدنا معاك وبتاع، اقول له يا ابني يا حبيبي لو مراتك بعد مرتين يعني بعد اسبوع او اسبوعين اتغيرت، انتوا بقالكم مثلا 5 سنين متجوزين، لو بعد خمس، انت عايزه بعد 5 ايام تتغير؟ طبعا لا، انها بدل ما كانت هي اللي مثلا ايه عندها عبس دايما، والعبس الوجه وفي سخط وعدم رضا، عايزها بعد يومين او ثلاثه او خمسه تتغير مره واحده، لا يوم. بيبقى عندنا حاجه، ده مرض عندنا اسمه اضطراب وجداني. لو اتغيرت فجاه، ما هو ده طبعا المستشفيات العقليه، لو هو واحد كان بيضحك قوي 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 وبعدين يعيط، او كان زعلان قوي ثاني يوم، فتوقع ان الموضوع هياخد وقت. طبعا مش مشكله الوقت بس، وقت وصبر، وان يفهم كل واحد وطريقه التعامل تتغير على طول، إزاي مش حاجه وقتيه. بالظبط، فمحتاجه صبر، لان الناس تفهم كده. معانا تليفون. هبه، اهلا يا هبه. ازيك؟ اهلا يا حبيبتي، ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي دكتور. انا عندي مشكله كده هحاول اختصرها لك بسرعه. انا متجوزه بقالي 9 سنين ولسه جايبه بيبي بقالي 40 يوم. مبروك. بقى الله يبارك في حضرتك. بعد اسبوعين من ولادتي اكتشفت ان جوزي على علاقه بواحده بيكلمها في التليفون، وما اعرفش بس كان بيخرج معاها ولا لا الحقيقه، بس يعني في علاقه. وما واجهته قال لي انا فعلا اعرف فلانه، وما قاليش هي مين يعني، بس قال لي انا اعرف فعلا واحده. المهم اخر الكلام، طب ايه يعني خلاصه العلاقه دي؟ قال لي انا هتجوزها. قال لك ايه؟ هتجوزها. فهو كلمني بصراحه، ما كذبش عليا، واجهته بكل حاجه، قال لي ايوه فعلا في علاقه وانا عايز ارتبط بيها. طب ليه السبب؟ قال لي لا انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، بس والولاد معانا ومفيش اي حاجه. وقلت له انا عمري ما هفكر في الطلاق. قال لي لا انا عمري ما هسيبك، وانت حبيبتي وانت كل حاجه، بس ايه حاجه غصب عني، حاجه لا اراديه مخلياني ان انا ارتبط بالست دي. طب ايه السبب؟ طب انا فيا حاجه اغيرها؟ طب انا فيا عيوب؟ طب انا ممكن اتحسن؟ قال لي لا انت كويسه وزي الفل، ما فيكيش اي حاجه، بس انا دي حاجه قدريه زي كده، كل حاجه اسمه ونصيب.
فانا مش عارفه اعمل ايه معاه بصراحه يا طيب دكتور. انا سؤال طبعا عايشه في غيره وفي نار وفي نكد، بقالي بالظبط يعني من اول ما خلصت، من اول ما ولدت. طيب فانا بس عايزه استشاره حضرتك، انا مش عايزه ما اسيبه. هو طبعا اول حاجه ما نقدرش ناخد قرار الا لما نحلل كل واحد ايه سبب ان هو اتصرف كده. هل بقى اسالك كشخصيته، هل طول عمره كده انه شخص عاطفي ممكن يميل لاي واحده، وهل لا، ممكن كان قبل ولا هو الجواز له شخصيه علاقات قبل الجواز. مش هقول لك غير ناضجه عاطفيا او اجتماعيا، يعني ايه ان هو ما بيعرفش يتصرف مع الستات، هل لا ولا هو لا العكس ان هو لا الشخص اللي بيميل ليهم اكتر؟ هو مين فيهم؟ لا، هو بالعكس، هو كان له علاقات قبل الجواز طيب وعلاقات نسائية كتير يعني، بس بعد ما اتجوزنا خلاص الحمد لله يعني ربنا هداه. بس ماشي، بعد ما بس اعرفش ايه اللي حصل في وقت الحمل اللي انا كنت فيه، بصراحة انا كنت تعبانة جدا، كنت تقريبا يعني مش مهتمية بيه، حتى غصب عني ظروفي الصحية كانت صعبة جدا اثناء الحمل. فاللي حصل في فترة الحمل اي يعني، بس خلال حصل التسع سنين اللي انت متجوزاهم الاولانيين، 9 سنين دول كلهم متاكده انه ما كانش، ما بقولش علاقات جنسيه، حتى لو علاقات عاطفيه في حب العمل، بس. في ان هو يخرج، هل على النت، هل انت كنت حاسه ان هو اختلف تماما عن قبل الجواز، ولا في ال9 سنين دول كان لسه برضه بيعمل شويه حاجات من حياته القديمه؟ عكس، 9 سنين دول كانوا يعني مفهومش اي حاجة خالص. شور. لا شور، انا متأكدة طيب متأكدة تماما، راجل يعني قد ايه. انا بحبه جدا يا دكتور، مع العلم انا بحبه لا، جدا. ما دام بتحبيه ودافعتي عنه وصبرتي وقلتي مش عايزه اغير، يبقى انت واضح انك كنت شايفه ان هو كويس، اتغير او ان هو كويس في اول 8 9 سنين. عشان كده انا بقى هقول لحضرتك ندي له فرصه. يعني ايه الفرق بين يعني نجيب له ام، تدي له فرصة يتجوز لا تدي ولا له تدي له فرصه فرصة يعمل ايه؟ ياخده، يعني لو هيتجوز خلاص مش لازم الطلاق. طلاق في فرق بين، في عندنا الانفصال ده انواع كتيره جدا. هي نفسها هي قالت له اصلا خلاص كمان انا مش هطلب الطلاق، ايوه فهي ماشي، ما بس في بتفكرش نفس في موضوع الوقت، الطلاق. بس بس في تعمل نفس ايه يا الوقت عيني بقى لا يعني؟ لا خلاص بس قالت له مش هطلب مش الطلاق، هطلب الطلاق، قام هو قايل لها ايه؟ وانا هتجوز برضه ماشي ومش هتجوز، هطلق. بس في نفس الوقت ايه؟ هل هيعرف يقوم بنفس الواجبات ويرضي الاثنين ويعمل؟ لا نسيبه فتره. احنا انا عشان لقيت ان في 9، عارف يعني 9 سنين؟ 9 سنين دي كتير جدا، 9 سنين دي يعني حاجه و80 شهر، 9 سنين دي يعني اكتر من 3000 يوم، 4000 عاشوا مع بعض اكتر من 3000 4000 يوم. فهو بتقول لي لا ده كان جوز جدا وبتحبه جدا. طيب انا هي عايز اعرف دلوقتي بقى، هل هو كان بيغطي على علاقاته الصغيره اللي ممكن تحصل في 9 سنين يمكن هي ما خدتش وهي ما بالها، خدتش بالها وهي عشان بتحبه لكن قوي الموضوع ده وجدها؟ كبر قوي. ف فبتدي وقت، بس بتدي وقت تشوف هل فعلا المشاعر دي مشاعر نقول ايه لحظيه، نزوه وبعد شهر شهر ممكن هرجع لها تاني. يعني اوكي ما تطلبش الطلاق، تعمل ايه بقى؟ هي مش تدي تطلب فتره الطلاق، تعمل زمنيه، ايه؟ تدي فتره زمنيه ايه مثلا، سنة؟ من 6 شهور لسنه تشوف هيرجع ولا لا ليها. بس انا وفي الفترة دي هتعمل ايه؟ هتعمل مين؟ اولا ليها واجبات، واجبات ناحيه كذا وكذا وكذا وكذا. لقينا بقى معنى ايه في فرق، حاجه اسمها اختبار، اختبار بديله تيست، يعني تيست هيرجع ان دي، انا عايز اعرف دي نزوه ولا لا، ولا هو خلال 9 سنين دول مع احترامي يعني ليها كان ممكن هو بيبقى ليه علاقات خاطفه وهي وهي مش مش واخده عارفه. بالها. رقم اتنين، هل دي نزوه وبعد فتره هتقل؟ لان هي يعني مرتبطه بيه. لكن لقينا بقى للاسف لا، ده الموضوع بيزيد ومش عارف يرضي بين يعني يرضي بين الطرفين، وما يعرفش ايه، زي ما الرسول قال لك لو انت عايزه تتجوزي العدل. لو هل هو بس بقى لازم يكون في سبب، حتى ده مفيش سبب. ما هو انا عشان كده انا شاكك ان هو ممكن يكون هو ما اتغيرش في 9 سنين دول. انت حاسس ان هو انا كان حاسس ان مش هو ممكن ممكن يكون يكون او العكس، ان هو حصلت له ارتداد او نكسه للشخصيه القديمه اللي زي بتاعت قبل فترة ان هي الجواز. كانت حامل؟ فهنعمل ايه بقى؟ هنصبر نشوف النكسه او الارتداد هيرجع تاني زي ما هو احتمال من اتنين. لكن لقينا بقى ايه؟ لا ده ابتدى كمان ياثر من واجباته ناحيتي وناحيه بيته وناحيه ابنه وناحيه كذا. لا وبعدين في فرق بين اتنين، انا خايف ان هو ايه، ان هو يستغل ان هي بتوافق. تروح عامله ايه؟ لا انا حاطه شروط معينه، ما تجيش ناحيه كذا. عشان كده بقول لك ما ينفعش من على الهوا، يعني مش بقى زي الناس. انا بشوف برامج بيحكوا لي ناس غريبه، برامج على الهوا الناس تطلع بعض على الهوا او تستغلي. لا اصبر يا حبيبتي، لا حسب كل واحد ايه وشخصيته يعني، هي قوه محتاجه استحماله. تروح برضه يعني في تتكلم. ناس تقبل الزوجه الثانيه، يعني كل الصحابه كانوا بيقبلوا جوز زوجات الصحابه. ما طب سيدنا علي لما جه يتجوز رفضت، يعني في ناس يقدروا
وناس لا، ناس يتحملوا وناس وحسب لا. المجتمع وحسب حاجات كتير وحسب جدا. شخصيتها وحسب قدراتها. طيب وحسب هي قد ايه بقى بتفكر. محتاجه تقعد مع حد استشاري أنا نفسي أنا تحكي علشان أنا يعمل لها نقط او خطه تمشي عليها يفكر معاها. عشان كده الافضل يبقى معاها دايما حد اخصائي نفسي دكتور نفسي ليه ترجع يفكر له. معاها لو حد من قرايبها عاقل وعنده الخبره والحكمه ويفكر معاها بالطريقه دي. لكن للاسف بقى لو هي ام او زوجه لا خاصه علي منه، او واحده صاحبتها وبتحبها جدا وتقول لها انت كده هتتظلمي اطلب الطلاق. لا احنا بنبقى احنا عشان اطراف محايده ما تلكيش ان هي هتكمل معاه او هتتطلق او كده، حسب هو اللي قدامه برضه بيتصرف ازاي. يعني هي مبدئيا هتدي فرصه وفي نفس الوقت هتحط شروط عشان ما يستغلها، عشان ما يستغلش. ممكن يستغل وتشوف بقى كمان بعد الست شهور دول مثل. هيبقى الوضع ايه. انا افضل واحد بيقول لك ما عندها حد لازم يتفكر معاه يستشيره. يعني احنا يعني دايما بقول ايه، انا الدكتور النفسي لازم كلمه استشاري يعني ايه. ما يعني جه واحد يقول لي انا عايز اطلب الطلاق، اقول لها انا ولا انا هقول لك اطلبي الطلاق ولا كملي معاه، هفكر معاكي بطريقه ايجابيه نشوف الصح فين، وفي الاخر هتوصلي بالتفكير اللي هساعدك في التفكير لانك انت تاخدي القرار. لكن ولا هميلك ليه، هخليك تشوف البصيره تبقى صح، الامور تبقى صح، عشان برضو ولا تظلم ولا تتظلم. وتدعي بقى، احنا عايزين يعني ننصحها كده تدعي كتير وان شاء بس الله التفكير ربنا مهم يفرجها طبعا. عليها التفكير الايجابي مع حد عنده خبره. ان انا بقول لك انا رايي ان هي يا اما مش فاهمه شخصيته، او ان هو كان مداري شخصيته، او ان هو اتغير فتره وممكن يرجع بقى كويس. الثلاث احتمالات موجودين، بحط دي مثلا 25% 25% 25% 25%. للاسف بقى في تيجي الناس ما عندهاش خبره، لا هو احتمال واحد، لا ما ينفعش، بحط كل الاحتمالات. انا في عينيه كان ممكن بيضحك عليا. طيب احنا عندنا تقرير وبنتكلم طبعا النهارده عن النكد الزوجي، ونشوف التقرير نموذج كده عملي للسلوكيات اللي ممكن تكون سبب للنكد بين الازواج. تعالوا نشوف التقرير ونكمل كلامنا. الو الو، انت فين؟ انت مش وعدني هتخرجني النهارده يا استاذ؟ ادي اخرت اللي تصدقك تاني يا ستي. ايه المشكله؟ اتاخرت في الشغل شويه وديني جاي كلها نص ساعه عندي. ايوه بس انت اتاخرت نص ساعه، واللي مستنياك في البيت دي ايه، بهيمه تولع يعني؟ يا ستي ولا تولع ولا حاجه، وبعدين انت تعرفي السبب اللي اخرني هتعرفي هتقدرين يعني. وتاخرت ليه بقى ان شاء الله؟ اكيد طبعا بسبب الشغل، انما انا اخر اهتماماتك. على فكره اللي اخرني اني جايب لك هديه، حبيت افاجئك. هديه؟ هديه ايه يا حبيبي؟ هديه، بقول لك هعمل لك مفاجاه. بقول لك قول قول يا اما، مش نازله ولا رايحه في حته؟ بقول لك ايه الاسلوب ده؟ طب هي قفلت معايا بقى، ولا هديك الهديه ولا هنخرج ولا هنغور في اي حته. الو يا مهاب، عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا مخنوق شويه، فاضي؟ خلاص تعالى نتقابل عند الكشك، نمشى شوية بالعربية. ماشي، سلام. ايه يا كبير، مالك في ايه؟ مفيش يا عم، زهقت من ام الجواز ده. ايه اللي حصل؟ مفيش يا عم، ولا كده عاجب ولا كده عاجب. واخرها النهارده كنت اخرجها وجايب لها هدية وعامل لها مفاجأة، وقلبت لي في وشها، والموضوع كله خلص بنكد وبقرف. ايه اللي حصل يعني كده؟ ايه المشاكل؟ مفيش يا عم، هو الجواز كده على طول مقرف، هو على طول كده نكد، فاهم؟ انت شايف طب الدنيا سودة كده ليه يعني؟ يا عم ولا سودة ولا حاجة، بس هو هي كده، هي مستفزة. شايف يا عم السودة دي عمالة تتصل اهو. رد طب، يمكن عايزة تصالحك ولا حاجة. صالحني؟ انت طيب والله يا مهاجر. يا ابني دي تلاقيها عايزة تكمل الخناقة. يا عم عايزة ترد عشان انا ما اديتهاش فرصة. رد بس افترض حسن النية يا عم. يا ابني حسنة مين يا ابني؟ انت ما تعرفش حاجة، اسأل مجرب. انا عارف مراتي، هي تلاقي عاوزة تكمل الخناقة، انا عشان ما اديتهاش فرصة قفلت في الشارع على طول. شايف يا عم السوب وهي عمالة تتصل. رد بس يا عم، شوف الدنيا فيها ايه. الو، انت بتقفل في وشي يا عمر؟
طب ايه رأيك الموضوع ده مش هيعدي، وانا هنزل دلوقتي اروح بيت بابا والله لو اوريك. يا ستي تنزلي تروحي بيت ماما، بيت ماما، بيت جدو، اللي انت عاوزاه اعمليه، اعلى مفخلك اركبيه. يلا سلام. لا ده بس احسن مواضيع تكبر ولا حاجه. يا عم تكبر ولا حاجه، انا قرفت بقى يا عم، بلا جواز بلا قرف. بس بقول لك يا ابني نصيحه من اخوك، سيبك بقى من الجواز والقرف ده، خليك بعقلك وما تعملش زيه. يا عم خلاص مش هتجوز، نزلني بقى انا كبير. هتنزل؟ ماشي يا عم، وانا اروح بقى اكمل الخناقه فيس تو فيس عشان نعيش الاكشن كله. لا ربنا يعينك بقى. ماشي يا عم، يلا سلام يا كبير. سلام. يا نهار اسود، وانا اللي كنت عايز اتجوز، على جواز بلا قرار انت قفلتني يا عمر. اي بيت او اي اسره فيها نكد زوجي مفيش اي مشاكل، بس اهم حاجه ازاي انا اقدر اتعامل مع النكد دوت، وانا ما وصلوش ان يحصل حاجه يكون فيها انفصال، اقدر اتفاهم ازاي مع الزوجه او الزوجه تقدر تتفاهم ازاي مع الزوج. ممكن يكون النكد الزوجي بسبب الاحوال اللي احنا فيها، المصاريف الكتيره، البلد شويه نايمه، بس ان شاء الله بكره هتبقى احسن. بس بالنسبه لينا احنا ما عندناش نكد زوجي. لو الزوج اتقى ربنا في زوجته مش هيبقى في نكد زوجي. الزوجه في البيت لازم تكون مرتضيه مع زوجها، لازم تشوف حل في بيتها، لازم تكون شايفه زوجها، زوجها هو كمان راجل يكون كويس معاها ويكون بيتكلم كويس ويكون يخلي بالهم من اولادهم. النكد الزوجي ده مش مع كل الناس، حسب التفاهم. لو كل واحده جوزها هي قدرت تفهمه وهو قدر يفهمها ما كانش هيبقى في نكد زوجي خالص، ولو كل الازواج زي جوزي مش هيبقى في نكد زوجي خالص. شوفنا طبعا يا دكتور، بنشكر الشباب مهاب وعمر، وزي ما شفت كده انه ممكن في لحظه هو كان رايح جايب لها هديه، شدوا مع بعض في الكلام، هو غلس هي غلست، غلسوا على بعض ونكدوا على بعض، والموضوع كبر لدرجه انها ايه عايزه تسيب له البيت وكمان مش فارق معاه، وعقد صاحبه مهاب اللي كان عايز يتجوز خلاص، قال بقى ايه قفلتني يا عمر متجوز ومش هتجوز. طبعا لا يعني بص، يعني ايه كلمه نكد؟ نكد اللي هو عكس المشاعر الطبيعيه بين البني ادمين، يعني النكد ده مش عكس السعاده كده، ما هي زعما بقول السعاده بدل وهي الرضا السعاده هي السخط. هي الطبيعي السعاده. السعاده حبيبتي السعاده. نسينا السعاده. السعاده هي الرضا والتقبل، رضا بحالي، رضا بكذا. لكن لو واحد بقى عنده سخط، واحد بدل ما يبقى فيه فرح وابتسامه فيه بس في الوجه على طول مقتهر، واحد انا متضايق بيفتكر حاجات الوحشه، ايه اللي وصل الناس الى النكد؟ النكد عايز اقول لك النكد او العدم نقول ايه الغضب والكلام ده كله، دي بيسموه عندنا السخط ده وعدم الرضا ده يساوي اكتئاب، بس مايلد يعني متوسط، في مايلد مودريت سيفير، اي حاجه كده، قليل متوسط شديد، اي حاجه قلق متوسط او قليل او شديد كده. طب عدم الرضا ده ولو استمر فتره طويله هو ده اعراض اكتئاب متوسط. هل بقى هم بيتعاملوا صح؟ يعني الغلطه ايه؟ او ده فعلا اكزامبل او مثال اللي بيحصل في الحياه العاديه بين الازواج، في صبر ان هي صبرت ان هو اتاخر ليه؟ لا، هجوم، نقد على طول، عصبية، شدة في الكلام، تجريح في الكلام، هو ده اللي بيحصل بين الاتنين. بدل ما يبقى ايه اصبر على التاني، لا ما اصبرش، اراضي بحالي، لا مش راضي يبقى في سخط، بدل ما اسمعه لا بهاجم، بدل ما يبقى صوتي هادي صوتي يبقى عالي. هو انت ما تزعليش مني، الخيانة الزوجية والحاجات دي احنا عندنا سلسلة طبعا، لسه حلقة ليه الواحد ليه الواحد بيرفض يتكلم مع مراته؟ ما زعليش بقى، ده حتى بقول للانسان الذكي اقول له ايه؟ خليك ذكي، انت بتقول لي انا مصاحب واحد على مراتي والكلام ده كله، او واحده بتعترف ان عندها تأنيب ضمير ان هي عارفه واحد على الفيسبوك، على وسائل الاتصال شاتنج والكلام ده، او معاها في الشغل، تحكي له كل حاجه، ما تحكيش خاص مع جوزها. اقول لها طب انت بتصرفي وقاعده مع مين وعايشه مع مين وبتنامي مع مين ومخلفه من مين؟ من واحد ولا بتتكلم معاه ولا بتحكي له اي حاجه، تروح حاكيه لمين؟ او الشخص او الزوج يعني الطرف الثاني
يحكي واحد غريب عنها في مركب غير مركبه، طريقه غير طريقه، طريقها مختلفين تماما عن بعض. طب حاولت اقول لك لا، ما التاني ما ايه رفض يتكلم معايا، ما سمعنيش. اقول لك ليه؟ لا، في فعلا تقليل من الاخر، استهزاء من الاخر، نقد للاخر، فبالعقل الطرف التاني هيعمل ايه؟ يدور بر بس صمت، او العكس بقى زي ما عمل بقى. بصي لسه كنت هقول لك ايه، ليه النكد الزوجي بيزيد؟ يا اما صمت ورهيب تماما جدا فيلاقي التاني بيتجاهلني فيتعصب، او بصي عند بعند، عدم صبر بعدم صبر، هجوم بهجوم، استهزاء باستهزاء. طب وده اللي حصل فين؟ في التقرير بتاعنا، جاي هجمته فراح ابتدى يهاجمها، خلاص انا هنزل، خلاص انا مش هجيلك، بقى ايه؟ نقد بنقد، عصبيه بعصبيه، هجوم بهجوم، تجريح بتجريح. طب ده اسمه ايه؟ عشان كده بقى بنقول ازاي اتنين متجوزين عدوا 21 سنه ما عندهمش الوسائل الطبيعيه والوسائل الايجابيه في التعامل بين الايه؟ الاخرين. يعني بنعلمها حتى للمراهقين دلوقتي، مش المراهق ساعات يجرب ايه؟ يروح مزعق في باباه، او ما يسمعوش، او يطنشه، او يكلم يعمل نفسه يتكلم في موبايل وما يسمعش والدته او والده بيتكلموا عنه. نقول لهم ايه؟ لا، استخدم وسيله تانية. يقول لك ما هو زعق لي، حرمني من كذا. طب ما تشتكي له ان انا كنت متضايق، انك انت ما سمعتنيش يا بابا. يعني الكلام، التواصل الكلام هو ده الحل. بصي، التقليل من الاخر، استهزاء من الاخر، تلفظ بالفاظ جارحه، ده بيتلفظ جارحه، نقد بنقد، صمت بصمت، هجوم بهجوم، عند بعند، ما هو ده اللي بيقع. فنروح عشان نوصل لحل. بس كده. مش كده؟ بقول لي للاسف ما فيش حتى صبر ان اسمع الاخر. طيب هنروح يا دكتور لفاصل ونرجع تاني مشاهدينا نكمل حلقتنا، خليكم معانا. معاكم مشاهدينا مره تانية على الهواء مباشره، ومعانا تليفونات. هدى، اهلا يا هدى. ازي حضرتك يا استاذه؟ عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، كنت عايزه اقول لحضرتك عن مشكلتي الاساسيه في حياتي ومكذبه لي نكد زوجي. هي حميدتي. هدى انت بتتكلمي بسرعه، اتكلمي بالراحه. اوكي. المشكله ان النكد عندي بسبب حميدتي، ان جوزي بيسمع كلامها في كل حاجه كأن انا مش موجوده، هي رقم واحد في حياته. ان هي مثلا على سبيل المثال تقول لي انا ممكن اجيبك هنا تعيشي معايا في البيت، يعني لو انا مثلا ما سمعتش كلامها في حاجه تجيبني تعيش معاها في البيت. طب يعني راي جوزي فين وانا فين؟ المشكله ان هو ما بيعيضهاش في اي حاجه، يعني انا رايي مش مشكلة خالص، المهم هي عايزه ايه، هي محتاجه ايه. طيب انا مش مهم. اسالك بسؤال بقى، انت بقى قديم متجوزين؟ ايه، بقى لنا سنتين. سنتين بتتكلمي معاه في النقطه دي ولا مش بتتكلمي معاه؟ ساعتها لما بتعمل حاجه صراحه بتكون بتضايقني قوي، يعني بقول له منطق ان هو ده عامل كذا وكذا، برضه كمان في الاخر انا اللي غلطانه. غلطانه في ايه؟ كويسه يا صراحه. ايه دي غلطانه؟ لا يعني بيطلعها يا برضه في الاخر هي اللي صح، يعني لا المفروض تاخديها على قد عقلها وهي ست كبيره وما اعرفش ايه وكده. طيب يعني هل بتتكلمي معاه اول سنه زي تاني سنه في الموضوع دوت ولا بقى في ولا بطلت تتكلمي خالص؟ لا لسه بتكلم، بس يعني بدات اقل شويه لان انا بقيت زهقت من كتر المشاكل، كل ما اكلمه مثلا في حاجه هي عملتها تحصل مشكله كبيره، فبقيت احاول ان انا اطنش شويه. بس الواحد برضه بيأثر على نفسية الواحد مثلا ان هو على الاقل ما بيبقاش حاسس ان هو عايش في امان، لا ده انا ممكن فجأة تخليني اسيب شقتي واروح اقعد معاها كده. هي كل حاجة مثلا هي اللي تجيب لي الاكل بتاعي، طب انا حقي دلوقتي انا ست بيتي دوت المفروض انا اللي اجيب الاكل على الاقل حاجة، لا هي كل حاجة هي عايزة تتدخل. هو لغاية دلوقتي مش عارف. ثانية واحدة، هي بتجيب يعني لك يعني هو بتجيب لها مين؟ الفلوس معاك انت ولا مع والدته؟ لا هي معاه هو، بس هو مثلا هي تجيب الاكل مثلا بتاعنا وهو يديها. طب انا حقي ان انا اجيب حاجه بيتي مثلا، ده اقل حاجه برضه. هو ابنها وحيد ولا ايه؟ ملهاش غيره يعني؟ لا هو عندها اربع بنات غيره. طيب بس هو الولد الوحيد ده. نفسي تراجعي يا عزيزتي الحلقه الشخصيه الاعتماديه اللي احنا سميناها ابن امه الشخصيه الاعتماديه. هو قعد فترة كبيرة جدا معتمد على والدته، عنده خمس أمهات مش أربع أمهات، هو سوري أم واحدة، ده أربع أخوات وأم، فعنده خمس أمهات. هل ده أو لازم تبقى أنت صبورة شوية، إنك يبقى عندك الحكمة إنك تجذبيه ناحيتك وتفوتي وتصبري لغاية ما يقلل الاعتمادية على أهله. يعني دايما ايه، خليكي ذكيه. انا زي النهارده بنتكلم اهو عشان ما تقوليش انا اصبح عندي نكد زوجي. ليكي حق تتكلمي،
لان انت متضايقه ان انت بقيتي ست كبيره ومسؤوله عن بيت ومتجوزه واحد ومش بتجيبي الحاجات المتطلبات الاساسيه بتاعتك هي اللي بتجيبها لك. تتكلمي معاه محتاجه وقت وصبر ومثابره وهدوء في التعامل معاه سنه سنه لغايه ما ايه تحققي الطلب بتاعك اللي هو ايه. انا حاسه ان انا بايه مسؤوله عن بيتي، انا بقيت ما ايه ما اه عايشه في بيتي اللي انا بتحكم فيه، مش عايز حد يتحكم ايه فيا. محتاجه وقت وصبر ومثابره وتكرار وهدوء. نكتشف بقى ايه امتى بتتكلم معاه، اختار الوقت المناسب. اللي بتقولي لما عملت معايا موقف معين بقت للاسف هي عصبيه في وقت هو مش عارف يتصرف فيه، في وقت هي كانت لازم تختار وقت مناسب بعد ما الموضوع ده خلص تتكلم معاه في الوقت. اكتشفنا كده ان معظم الازواج يتكلموا مثلا في موضوع زي موضوع المصاريف، عشان اقول لك هناك امتى؟ في يوم الاجازه. عايزه تخرج تتكلم معاه قبل الاجازه ولا في عز الاجازه وهو عايز ينام؟ هو عايز ينام. اختاري وقت اختيار الوقت يعني بيفرق طبعا. وبعدين وقت شفتي انت طبعا عشان دكتوره نفسيه دلوقتي طبعا. اول حاجه رحت سالتيها ايه؟ عنده اخوات تانيين ولا لا؟ وحيد. قالت لك ده وحيد. طب عنده شفتي على طول انت حللت، ما انت يعني خلاص بقى مع بعض 8 9 طبعًا سنين طبعا. انا المساعده بتاعتك دلوقتي طب على طول فهماني. رحت انت هي بقى تقول لي فعلا هي تحط نفسها فعلا ده ولد على 5 بنات او على 4 بنات يعني هو عنده 5 امهات وهو كان طفل وحيد او فايه اصبر يعني. هو لو كان عنده 3 ولدين تانيين كان هو شهرين 3 في الجواز بقت جذبته ناحيتها، لكن هو عشان ولد على 4 بنات لازم تصبري الصبر عشان بدل ما تبقى ده كده لو حولتي حياته يا عزيزتي حاساها يعني الموضوع موترها موترك وبيتي عصبيه بتتكلمي بسرعه اهدي جربي معايا كده شهرين 3 4 شفتي بقول لك على الاقل ما تفتحيش الموضوع ده وتفوتي وتتكلمي معاه وتجذبيني شويه شويه تقل. حبيبه اهلا بيكي. السلام عليكم. اهلا يا حبيبتي. اهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. ايه يا دكتور، انا متجوزه بقالي 5 سنين من امتى اسبوع كده او 10 ايام اكتشفت ان جوزي كان هو كان في واحده عارفها قبل يعني كان حكي لي عنها عرفت ان هو بيكلمها على النت وكده. طول الخمس سنين دول او حتى في فتره الخطوبه كان جوزك من النوعيات اللي هو فعلا زميلته في الشغل يعني اتعرف على حد يتكلم معاها سهل انه يتعرف عليه ولا دي حاجه جديده عليه؟ والله هو انا من اسبوع يعني من اسبوع كده اكتشفت ان انا حسيت ان انا ما اعرفش عنه حاجه يعني. ايوه يا عزيزتي، بس انت اهو بعد ما عرفتي لما تيجي تفكري كده هل دي شخصيه جوزك من ايام الخطوبه من اول الجواز 5 سنين ده يعني 60 شهر انت عمرك شكيت ان هو دي من نوعيه في شخصيات كده متدين بيكسف خجول عنده حياء في واحد تاني لا سهل انه يتعرف على بنات لا بمتقلب المزاج عايز يغير بسرعه بيزهق يروح متعرف على واحده هل هو من النوعيه الاولى ولا من النوعيه الثانيه؟ لا لا هو متدين ملوش في الكلام ده خالص. يبقى واضح ان هو دي نزوه. شفتي انت دي نزوه. مش عندنا حاجه اسمها المراهقه المتاخره او ان عندنا ال 5 او 7 years fever او انه بيقول لك ايه ازمه منتصف الزواج بعد 5 7 سنين جواز ان واحد ما عندوش خبره ممكن ايه واحده تروح مريحاه. هو عنده بيت فيه عنده مشاكل شغله فيه مشاكل التزامات كتيره عايز يروق دماغه فواحده تروح ايه لا ايه ما هو بالظبط كده المغناطيس هدوء بقى بس كده مفيش. فانا اصبر اجذبه ناحيتي. يبقى ده بنقول للام للزوجه ايه لا خليكي ذكيه بقى شوفي هي بتعمل ايه تتكلم معاه بطريقه اهدى ما بتجيبلوش سيره ما هو هي برضو الست المصريه مظلومه يعني هي مجرد لما بتتجوز بتشيل هموم فوق طاقتها هموم كتير وبتعمل ادوار كتير اذا كانت بتشتغل في البيت ولا بتشتغل كمان بره البيت وبتبقى ام وعليها مسؤوليات مدرسه مذاكره تمرين بتاع جوزها بيضيع بقى في النص. ايوه عزيزتي بصي انا دايما بنقول ايه الزوجه تبقى ذكية تبقى صديقته وعشيقته وحبيبته وأمه وزوجته وأم عياله وباقي والأدوار بقى التانية ما هي عليها يعني مين دور تانيين. امتى تبقى ايه زي أمه وامتى تبقى زي حبيبته وامتى تبقى زي مثلا صديقته امتى أسمعه امتى أساعده كزوجة امتى تعرف في اوقات بس برضه عشان هو بقى الراجل يعمل ايه لما هي تعمل يعني كل حاجه في الدنيا كده. ما هو انا هقول لك بقى الرجال قوامون على النساء
بما انفقه لا يصرف لا 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 مش بانفقه بس ان هو ده له القوامه ان هو اللي يتحكم في مشاعره اكتر خلى الطلاق في ايده هو عشان لو اديناها للمراه ممكن في اثناء الغضب تطلب الطلاق اسرع طيب وهي هتعمل كل حاجه هو بقى يعمل ايه ما بقول لك في المقابل تروح هي ليها طلبات هو لازم يقوم بيها لازم ما كملتش كلامي برضه دعاء يخرجها في العيد لا لا يعني طلبات ان هو برضه يبقى صديقها ويبقى اب ليها مش ساعات الام الزوجه تقول لي مفتقده احساس الابوه ستي مالك 10 سنين متجوزه نفسي يبقى الزوج برضه ذكي ابوها واخوها وزوجها وحبيبها هو للاسف بقى الزوج بيساعد من كتر مشاكل ايه خلاص انا كفايه عليا اقوم بدور مين الزوج اللي هو ايه مصاريف بنك متحرك بس بنك متنقل في البيت وعشان المصاريف وينسى ان هو ان هي عايزه تسمع منه كلام كويس ما زي ما احنا بنطلب قلت لك عشان كده لك ايه ما عندناش حاجه اسمها زوجه نكديه او زوج نكدي اسمه عندنا النكد الزوجي للاسف ده يعتبر عندنا مرض ليه قلت لك هو عباره عن اكتئاب متوسط الشده او قليل الشده مايلد قليل ده اللي هو ايه احساس بعدم الرضا الله ده زي الاكتئاب عدم السعاده في زعل في عصبيه في عدم احساس بالامان انت بتسوت ما هو ده اسمه ايه اكتئاب للاسف بقى هل المراه او الزوج يعني زوج او الزوجه عندهم الوسائل في التعامل مع الاحساس ده لا ان هو ان الكلام لا بيفقدوا الكلام بيزوروا وجه الغضب كلمة الزعل الشكوى المستمرة الإلحاح سواء من الزوج أو الزوجة إن الزوج يلح ينقض أو العكس التانية تبقى عصبية تبقى متوترة فده نقول لهم يا جماعة أنت عندك حق أنك أنت تعبان بس عبرت بطريقة إيه؟ غلط نقلت اللي جواك بطريقة سلبية بطريقة بيحتاجها وقت لغاية ما تتمرن إزاي تعبر بطريقة صح طيب احنا معنا تليفونات كتير هنحاول ناخد كده لان وقت الحلقه خلاص بيجري معنا ايمان الو ايوه حبيبتي اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام انا كنت بس عايزه اسال الدكتور على حاجه انا مش بحس انا متجوزه بقالي 10 سنين مفيش حاجه اسمها حوار ما بين الزوج وزوجته يعني هو الزوج بيعمل اللي هو عايزه مش بشوف ان في راجل بيتغير عشان خاطر زوجته لا ما في والله ما في حاجه اسمها حوار ما بين الزوج وزوجته يعني انت مثلا بتحاولي مثلا تتكلمي مع جوزك او لو الكلام مش عاجبه بننهي الحوار بخناقه بصوت عالي بكده بس بينتهي الحوار يعني مش بنوصل لحل ده من اول اللي هو عايزه من اول الجواز طبيعه شخصيه على قصدي يعني الكلام ده كله حتى حصل من اول الجواز ولا كان في محاولات كتيره ان انا اتكلم لمده سنه اتنين ثلاثه والتاني يرفض كان في الاول بيبقى في شويه تكليف من الراجل وشايل برضو خاطر زوجته وكده بعد كده خلاص بقى الحياه والسيستم الحياه وكده كله بقى يعني ما عادش فيه بقى التكليف كده يعني ماشي يعني احنا نقول لو نقارن اول سنه جواز بعشر سنه جواز الحوار كان بيحصل كل قد ايه كل كام يوم او كل يوم قد ايه وبقاله وفي اخر 10 سنين بقى الحوار بينكم كل قد ايه او دايما الاخص اخدت اصعب يعني دايما بنقول للناس ايه المفروض انا عندنا حاجه اسمها الخبره في الحياه خبره في العمل خبره زوجيه اكسبيرينس المفروض كل ما انا اشتغلت سنه انا اول سنه شغل ليا زي تاني سنه زي ثالث سنه لا بيبقى عندي خبره نفس الكلام في الجواز الخبره الزوجيه ان انا كل سنه ببقى احسن ولا ببقى اوحش حتى بنقول للناس كده لما مثلا واحد مراهق بقى عنيف وشرب سجاير وشرب مخدرات بيهمل مذاكرته اقول له طب انت كنت احسن وانت عندك 13 سنه ولا احسن وانت عندك 19 سنه فيقول لي بصراحه كنت احسن وانت 13 سنه كنت بصلي كنت بذاكر اقول له يا حبيبي انت المفروض كل ما تكبر يبقى في نضوج وعندك خبره ولا اوحش يقول لي لا بصراحه المفروض اكبر يبقى احسن نفس الكلام في الجواز المفروض اول سنه مش عارف اتحاور تاني سنه اتحاور احسن او تاني فاهماني للاسف هو واضح انه ما حلوش المشاكل دي اهم حاجه احنا لازم نبقى متفائلين الامل الصبر ما دام بينا حياه وعشره 10 سنين العشره لوحدها يا دعاء دي ليها ثقل عامل الوقت والزمن 10 سنين اللي هي 120 شهر اللي هو اكتر من 3600 يوم 4000 يوم عارفين 4000 يوم لو نقعد نعدهم هنقعد ساعتين ثلاثه يا حرام نضيع الفرصه دي نقول لا ما نصبر شويه لكن التحسن يبقى ايه بطيء محتاج صبر لكن اول حاجه نوجد طريق
بص يا دكتور فيه. احنا هنتكلم بقى في الحلقه الجايه في الحلول. احنا من لسه ما قلناش الحلول. احنا قلنا ان في نكد. في نكد. هنحل النكد ده ازاي؟ الاسبوع الجاي بقى نحله مع بعض وندي حلول عمليه. انتظرونا للحد القادم ان شاء الله. نختم الحلقه مشاهدينا ونقول عايزين نعيش حياه زوجيه سعيده، نحاول نكبر ونفوت، انا عارفه دي حاجه جديده، ونتعامل بهدوء وحنان والاحترام، ده حاجه اكيده، وربنا يالف قلوبنا ونحس بسعاده قريبه.